منذ السبت المنصرم يعرف الشمال الغربي من بريطانيا العظمى أحوالا جوية متدهورة جراء إعصار ديسموند. الصور من مقاطعة كامبيريا التي كانت الأكثر تضررا حيث غطت المياه مساحات شاسعة من مختلف مدنها على غرار مدينة كارلايل. الفيضانات تسببت في غلق الطرق وشل حركة السير، كما أدت إلى حرمان 60,000 مسكن من الطاقة الكهربائية سواء في كامبيريا أو في منطقة لانكاستر. أحد سكان كارلايل يقول: كنت جالسا في البيت ثم شاهدت صعود المياه عبر البلاط، كان الأمر مخيفا للغاية. مصالح الإغاثة المدنية مجندة لمساعدة السكان خاصة المسنين منهم باستخدام طائرات مروحية وقوارب صغيرة. السلطات البريطانية أعلنت عن تجنيد قوة الجيش للمساعدة في إجلاء المنكوبين. الوكالة البريطانية للبيئة حذرت مساء الأحد من وقوع فيضانات في 130 موقعا من مناطق الشمال الغربي، بعضها قد تكون جد خطيرة. مصالح الأرصاد الجوية تنبأت باستمرار تهاطل أمطار غزيرة على هذه المناطق في الأيام المقبلة.